أيضا الحادي عشر في تعداد أشواط هذه الأمسية عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج المتابعة لانطلاقات أشواط اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ. نسير مع شوط المحليات ونتابع المقدمة والبداية الأولى. وهنا على المقدمة يتقدم شاهين من هجن العاصفة، يأتي غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. المركز الثاني يأتي وينطلق في هذه الانطلاقة، يأتي صوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في عملية تضمير. المركز الثالث مباشرة يأتي شاهين من هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. المركز الرابع يأتي شاهين لهجن الرياسة ويتقدم الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الخامس شاهين كذلك من هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. المركز السادس شاهين من هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. بينما ننتقل إلى المركز السابع، وفي المركز السابع ما شاء الله عليك يتقدم بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويتقدم ماجد بن محمد بن حلفان المري في عملية تضمير. المركز الثامن شاهين يأتي بشعار هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. المركز التاسع هنا انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يأتي المكتشف يا أيضا علي بن هزيم المسافري في عملية تضمير وتدريب. بينما في المركز العاشر هذا شاهين من هجن الرياسة، يتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. هكذا هي النتيجة. هكذا هي النتيجة والنداء، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى البداية الأولى. هذا شاهين المسيطر بالشعار الملكي الخطير، يتقدم من هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. المركز الثاني هنا الوصول والانطلاق متابعين الكرام من شاهين لهجن الرياسة، يتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في عملية تضمير وتدريب. المركز الثالث الوصول من شاهين لهجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. المركز الرابع والخامس كذلك شاهين وشاهين لهجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية التضمير وتدريب. بينما نتابع اللي على المركز السادس، هذا ما شاء الله عليك يتقدم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويتقدم ماجد بن محمد بن حلفان المري في عملية تضمير. المركز السابع يأتي شاهين من هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية تضمير. المركز الثامن هنا شاهين من هجن الرياسة، يأتي أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. وتاسع المراكز يتقدم كذلك شاهين من هجن العاصفة، غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. بينما في عاشر المراكز هناك يأتي متابعين الأعزاء، أيضا متابعين الكرام، اللي هو صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في عملية تضمير. هكذا هي النتيجة، هكذا ندائنا للعشرة المراكز الأولى. لكن عودة مع الالتفاف الأخير، مع المنحنى الأخير، عودة
إلى شاهين، إلى شاهين هجن العاصفة، شاهين هجن العاصفة هو المسيطر على الصدارة على المركز الأول والبداية. يأتي هنا غياث الهلالي في عملية تضميره وتدريبه، كذلك شاهين يتقدم مع المركز الثاني. 1200 يبعد خط النهاية، 1200 وشاهين من هجن العاصفة. يأتي غياث الهلالي في المتابعة والتضمير، بينما شاهين لهجن الرياسة. يأتي فيلسوف التضمير أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ولكن بسم الله عليك، بسم الله عليك من حولك وحواليك، يتقدم لصاحب سمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويقدم ماجد بن محمد بن حلفان المري. يا هي معركة، يا هي معركة، يا هي منافسة، يا هو ابداع في هذا المساء الذي نشاهده من هذه الشعارات، من هذه الأسماء الغوية. لكن غير شاهين اللي على الصدارة الأولى، انطلق بالأداء الجميل بالمخزون الاحتياطي الذي هنا يذخر مع الأمتار الأخيرة. سلام إلى العاصفة، سلام إلى العاصفة، هبت رياح العاصفة بما تشتهي من السفن. ها هي العاصفة، كعادة العاصفة، كعادة هجن العاصفة، بالإنجازات القوية، بالسجلات الحافلة. سلام للعاصفة، سلام، سلام للعاصفة، سلام، وسلام لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز، على هذا الانتصار. دائما مع الابتسامة جماهير العاصفة، جماهير العاصفة، امبراطورية العاصفة. ها هو شاهين يصل إلى خط النهاية محققا هذا الفوز والانتصار، ومشكور يا غياث الهلالي على هذا التألق. المركز الثاني وصل شاهين من هجن العاصفة، المركز الثالث شاهين كذلك من هجن العاصفة، المركز الرابع شاهين من هجن الرياسة، المركز الخامس وصل شاهين من هجن العاصفة. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بسبع دقائق وأيضا 35 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا للعاصفة وتهانينا لغياث الهلالي، بينما كان الوصول مع المركز الثاني. متابعينا الكرام، وصل أيضا شاهين بسبع دقائق 40 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي، بينما كان الوصول مع المركز الثالث أيضا سبع دقائق 41 ثانية ستة أجزاء من الثانية. تهانينا للعاصفة وهجنها وتهانينا لغياث الهلال. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نجدد لكم